وكان وزير المالية السعودي قد شرح في مقابلة مع العربية قبل قليل تفاصيل الدعم السعودي المقدم لمصر. 4 مليار دولار على شكل حزمة من المساعدات، منها 2 مليار كوديعة في البنك المركزي، وهذا استكمال لودائع سابقة في البنك المركزي. أما البقية فسوف توزع ما بين مشاريع تنموية وما بين تمويل للصادرات السعودية لمصر، هذا برنامج قائم وناجح، وأخيرا مبلغ للاستثمار مع القطاع الخاص المصري والسعودي والدولي في المشاريع الاستثمارية في مصر. طبعا أنا ذكرت أنه استمرار، لا، لأنه المملكة قدمت مجموعة من المساعدات منذ بالواقع مدة طويلة، ولكن بالذات بعد عام 2011 لمصر. فهذه الحزمة كما أشرت هي استكمال لتلك المساعدات. طيب، يعني هل هناك خطة زمنية محددة لضخ هذه الأموال، أم أن يعني هذا سوف يعني ستكون من ضمن التفاصيل التي سوف تتناقشون فيها مع الحكومة المصرية لاحقا؟ بالتأكيد هذه خاضعة للبحث مع الزملاء في مصر، ولكن لدينا تجربة في جميع هذه المجالات، سواء في ما يتعلق بالمشاريع التنموية أو تمويل الصادرات أو الوديعة، كل هذه، ولذلك لا توقع أن يطول البحث، سوف إجراءات روتينية وإن شاء الله يتم استكمال الإجراءات لها. كيف تتوقعون أن يؤثر هذا على الاقتصاد المصري، وخاصة أن كانت هناك أيضا دعم وتمويل قادم من دول خليجية زي الكويت والإمارات؟ ما في شك أنه إعلان 3 دول من دول الخليج، المملكة ودولة الكويت ودولة الإمارات، عن مبلغ 12 مليار دولار في هذا الاجتماع، إضافة لما سبقا قدمته لمصر، هو دعم بالتأكيد سوف يسمع في الدوائر المالية الدولية ولدى المستثمرين الدوليين، وسوف يؤثر عليهم، إضافة طبعا للاستثمار القطاع الخاص.